أيها الحبل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، انتقلنا من الجولة الرئيسية وانتهينا من الجولة الرئيسية التي ضمت هجن أصحاب السمو الشيوخ حفظهم الله ورعاهم مع الثمانية الأشواط الرئيسية، وبدينا بالجولة الثانية التي تجمع نخبة قوية من هجن أبناء القبائل والشوط الرئيسي لفئة الأبكار اللقاية المحليات الأصايل تندفع مع الأربعة كيلو مترات. نرحب بهذه الهجن ونرحب بهذا الشوط ونرحب بالمركز الأول أريام محمد بن علي بن راشد الاستبي من يقدم لنا أريام بالمركز الأول. أما المركز الثاني بن خفية حاضر مع غاية ويعشق هذا الأسم عشق يعني جميل، متمسك بغاية أو متمسك بهذه الأسماء الجميلة يا غايتي يا مرادي أنها تكون بالمركز الأول هذه الآن بالمركز الثاني. المركز الثالث أقول مهمة راشد بن صابر بن سعيد بن صابر، ما بلا البكرة مهمة، أنت مهم يا بن صابر، أنت روحك يوم تنزل في الشوط تكون مهم مهم ويحسبون لك حساب، وهذه مهمة الآن بالمركز الثالث. والمركز الرابع من نصيب أقول هملولة خليفة بن سلطان بن رشيد. المركز الخامس والخوف، الخوف من ميعاد في يوم الوعود، في يوم الميعاد الخوف من هذا الشعار راشد بن سعيد بن سهيل بن دريوي من يقدم لنا ميعاد. والمركز السادس، المركز السادس هذا الشعار الملون، لمن هذا الشعار أقول غشة علي بن خليفة بن محمد بن شاهين المرر. والمركز السابع هني تأتينا شمعة سيف الراهب بن محمد الغفلي، سيف سيف الله هذا خطير، حسبوا الحساب الغفلي خطير للغاية عنده هذه اللي هاي سبوق البكرة، يعني إذا تبون أخبركم عن تاريخه ولكني ما بفصح عن معلومات كاملة. طيب المركز هناك بن كليب أيضا وصل، بن كليب وصل على ظهر أقول هبايب أو محمد بن خلفان بن محمد الغفلي من يقدم هبايب شعار سيف بن علي بن كليب. والمركز العاشر ميعاد العبد العزيز بن سيف بن علي بن كليب، كم من ميعاد عندنا في هذا الشوط، ميعاد بن دليوي وميعاد بن كليب، والشوط الرئيسي الشوط الأول الرئيسي المقدمة مع من؟ المقدمة مع من؟ ولكن بدأت الأمور تختبص علينا حدر وطالعين ونازلين ومشرقين ومغربين، ونتابع المقدمة هملولة خليفة بن سلطان بن رشيد على مقدمة الشوط، على مقدمة الشوط ميعاد وصلت بشعار راشد بن سعيد بن سهيل بن دريوي. المركز الثاني غاية لمحمد بن عتيج بن خفية. المركز الرابع وصلت هبايب محمد بن خلفان الغفلي، هناك أيضا مهمة راشد بن صابر بن سعيد بن صابر. الله يهو شوط شوط رئيسي، شوط حماس، شوط تحدي، شوط شوط بطولي، شوط المشاهير، شوط التحديات. هذه ميعاد اللي حذرت منها في أول إذاعة في أول ندى، قلت لكم الخوف من هذه الخوف من هذا الشعار ومن هذا الاسم، شعار بو راشد يقترب من المقدمة، يقترب من التتويج، يقترب من الصدارة. ميعاد أخرى قادمة تبقي خطة، تبقي وليفتة، تبقي المركز الأول بالرشيد بالمركز الثاني مع هملولة، مع هملولة المركز الثالث الغفري، المركز الثالث هبايب محمد بن خلفان بن محمد الغفري. المركز الرابع ميعاد وعبد العزيز بن سيف بن علي بن كليب. الله الله الله، هني الوصول من سرابة عبيد بن محمد بن حمد لوهيبي، لوهيبي قادم قادم أيضا يشارك إخوانه
منها النجوم على النجومية على النجومية على الأول. هناك أيضا مهمة راشد بن صابر بن سعيد بن صابر، ياهو شوط ياهو شوط، أشوف أشوف الأمور نوف بالقوبع. سلطان ياكم بيتسلط عليكم بالقوبع، وصل بالقوبع مع نوف مع نوف، اسمها من ثلاث حروف، اسمها من ثلاث حروف. ولكن ميعاد بن دليوي يا بن دليوي يا ابو راشد يا ابو راشد، اشتدت المعركه اشتدت المعركه اشتدت المعركه بين بن كليب وبين بن رشيد وبين بن دليوي وبين بالقوبع وعبيد الوهيبي. يا ينكم يا ينكم، ولكن هالهباب هالنزوه هالعوير هالهباب هالنزوه هالعوير، اهل المدام ممثل المدام ممثل المدام، وروح وروح. ولكن بن رشيد بن رشيد، هل السلطنة هل السلطنة، قادمون قادمون قادمون، يتحدون يطوفون يمرون عبيد بن محمد. ولكن بن رشيد بن رشيد بن رشيد ما زال مع الصدارة، مع هملولة مع هملولة، عصاها في الابطان عصاها في الابطان. عبيد يحاول عبيد يحاول مع سرابة لوهيبي يحاول بن رشيد، ولكن هناك بن دليوي وبن رشيد. الناموس إلى العوير الناموس إلى العوير، وعصاها في الابطان وعصاها في الابطان، والناموس يا بن رشيد الناموس لعلي بن سلطان بن رشيد أو خليفة بن سلطان بن رشيد وكل عائلة بن رشيد. المركز الثاني لعبيد بن محمد الوهيب، المركز الثالث بن دليوي، الرابع البن كليب، والخامس بن صابر، السادس بالقوبع. 26 ثانية، هذا هو التوقيت الذي دار في هذا الشوط. يسمي شوط يسمي شوط يشحط الحسوس والحلوج. هذا الشوط يوم المذيع يستانس والجمهور يستانس والمضمرين يستانسون، يوم يجيك شوط مثل هذا يعني فيه نجوم وفيه أفكار سبك، يعني تعرف عمرك أنك تطمش على شوط صح. أما يوم يجي أنك مثلا ثلاث كل وحدة روحها هناك بعد يطمشن، بعد له الناس يطمشون عليها. ولكن هذه الأشواط نتمنى أن تكون كل الأشواط بهذا المستوى بهذا الوزن وبهذه السرعة وبهذا التجمع. طيب مشاهدين. We'll be right back.